عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض السندوتشات السوري، يا رب تعجبكم. هنعملها شاورمة اللحمة والفراخ، وهتبقى بالمنظر ده. نشوف المقادير مع بعض. معايا جبنة موزاريلا، معايا بصل، فلفل ألوان أحمر والأصفر والأخضر، ونص كيلو لحمة مقطعاها صغير شاورما، ومعايا كيس فراخ ده جايباه جاهز عشان ولادي طلبوه، عايزين ياكلوه جاهز زي بتاع المحلات، قلت هعملها لهم بقى في البيت. ومعايا العيش السوري. نشوف مع بعض هنعمل السندوتشات ازاي. وطبعا التوابل، ربع معلقة قرفة، معلقة بهارات السبعة، بابريكا، ملح، وفلفل اسود. انا هنا هضيف الزيت. انا اللحمة انا مش مدبلاها، ان انا عملتها على طول، ان ولادي طلبوها على طول، ملحقتش ان انا ادبلها قبلها بيوم، بالتالي برضو هعملها بطريقة حلوة. انا هحط اللحمة وهشوحها في الزيت، هديها تشويحة. وحط الناحية التانية زيت عشان اقلي الفراخ، هي بس هتتقلي بالمنظر ده. الفراخ دي بيجيبوا السندوتش من بره ب40 جنيه، بيحط فيه قطعة واحدة بس من الفراخ، بالتالي ان انا قلت اوفر، جبت انا كيس وقلت اعمل لهم بقى سندوتشات براحتهم. كده الشاورما اتشوحت، هضيف عليها التوابل، هنكهها بالتوابل زي ما انتوا شايفين كده. هخليها تتشوح لغاية ما تشرب المية بتاعتها دي، شايفين المية بتاعتها دي، الصوص ده هخليها تشربه. طبعا لما هتشربه كده الشاورما شربت الصوص. هضيف البصل، قلبيها كويس. انا هسيب بقى الشاورما تتشوح مع البصلة، خلي البصلة تدبل شوية. هنا الفراخ اتحمرت اهي، هقلبها الناحية التانية. كده بعد البصلة ما دبلت مع الشاورما، ضفت الفلفل الرومي وأقلبه كويس. بعد كده هضيف فلفل ألوان، هنبله شوية. وأقلبها كويس. هي الشاورما اصلا اللحمة استوت، بس انا هدبل بقى الفلفل شوية. كده خلاص هطفي عليها، وكده الشاورما خلصت معانا، خلاص بقت بالمنظر ده. نشوف هنعمل مع بعض ازاي السندوتشات. انا معايا العيش السوري اهو، العيش السوري في تانية من فوق، انا هحط عليها الحشو. زي ما انتوا شايفين كده حطوا
تحطي الكمية اللي انت عايزاها. بعد كده هضيف الجبنة الموزاريلا، لو عندك زيتون حطي زيتون. بعد كده هتنيه بالمنظر ده كده، ولفه نعمل واحد تاني مع بعض. اهو المكان ده اللي هو المتني اللي انا بحط عليه الحشو، المنظر ده كده. بعد كده هتحط الجبنة الموزاريلا، بعد كده تلفيه ، انا ابني جنبي عايز يلف السندوتش اهو، هيطلع شيف كبير جدا. هنشوف نعمل الفراخ. الفراخ دي كده لما بجيب السندوتش من بره انا بشوفه بيحط لي قطعة ونص كده، وبيبيع السندوتش على 45 جنيه. طب وليه؟ قلت اعمله في البيت احسن واوفر. انا على طول ما بجيبش انا الفراخ المجمدة دي، انا بعملها على طول في البيت. بس ولادي المرة دي طلبوها، قالوا نفسهم ياكلوها. رحت جبت الكيس وقلت اعمله، بس انا ما انصحش ان احنا نجيب مجمدات من بره، مره من نفسهم يعني. انا كده ضفت الفراخ والفلفل الالوان والجبنه الموزاريلا، وبعد كده الف الساندوتش. كده لفينا احنا الاتنين الساندوتش. اخلص انا هضيف زيت على الصاجة دي. انا طبعا ما عنديش جريلا، بالتالي ان انا هعملها في الصينية دي، وممكن تعمليها في البوتاجاز من جوه على الصاجة بتاعة البوتاجاز. تدهنيها زيت وتولعي عليها الفرن وتقلبيها تراقبيها، بس انا هعملها من فوق. وانت بتحطي الساندوتش حطيه من الناحية دي اللي انا قافلة منها، وبعد كده اضغطي عليها، اضغطي على السندوتشات. خلي بالك هي بتستوي بسرعة، لا تتلسع منك. اهي خدت اللون الحلو ده كده، هقلبها الناحية التانية. اخلص الكمية اللي معايا، وبعد كده نرجع نشوف احطها في طبق التقديم واوريكم منظرها.
كده خلاص هطلعه واكمل الكمية. وكده الطبق بتاعنا خلص النهاردة. السندوتشات بقت بالمنظر ده زي ما انتوا شايفين اهي، شكلها جميل طعمها احلى. دي كده الشاورما، شايفين من جوه عاملة ازاي الشاورما، والجبنة الموزاريلا والفلفل الالوان، ودي الفراخ بالمنظر ده. كده انا هعمل بقى لكل طفل الطبق بتاعه واحط له سندوتشات والشيبسي، واكلة خفيفة وجميلة ويتبسط بها اولادنا. يا رب الفيديو لو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله.